تنتشر ظاهرة عدم احترام قواعد السير وإشارات المرور بشكل عام على مستوى الأردن. في وادي موسى المدخل الرئيسي لمدينة البتراء الأثرية تنتشر أكثر هذه الظاهرة مع تفاقم أزمات المرور والازدحام الشديد الذي تشهده البلدة، فأصبحت بحاجة ملحة لإيجاد حلول ناجعة لمواجهة هذه المشكلة والتي تظهر بسبب ضيق الشوارع والاصطفافات العشوائية المزدوجة واستخدام أصحاب المحلات التجارية الأرصفة لعرضهم بضائعهم. والله احنا بنعاني يعني من شغلة المية الصحية هاي اللي بالشلنكات تتواجد على الرصيف باستمرار. يعني الواحد لما يجي يمرق من على الرصيف بكون في عائق للمشاة. لقد وضعت خطط عديدة للخرائط المرورية في وادي موسى ولكن معظمها لم يطبق، في حين يحتاج وسط المدينة إلى إحداث تغيرات واسعة في البنية التحتية والتي يمكن من خلالها تطوير هذه المنطقة من منظور سياحي. شوارعنا ضيقة جدا، فشوف لما سيارة بتصف على جهة اليمين وسيارة بتصف على جهة اليسار بصفي عندك تقريبا 3 متر إلا صافي، فشو بدي يسع الشارع؟ فلا يعقل أن تبقى المنطقة التي تعد المقصود السياحي الأول في الأردن تعاني من شوارع ضيقة لم يحدث عليها أي تطوير منذ 50 سنة.